يشارك وزير الأوقاف محمد مختار جمعة محافظة قنا في الاحتفال بعيدها القومي، حيث يلتقي قيادات الدعوة بها. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا وليد هيكل. وليد، صف لنا التفاصيل لديك لافتتاح المساجد والاحتفال بمحافظة قنا بعيدها القومي. شروت بالفعل عبر شاشة قناة النيل للأخبار، نتابع معكم احتفالات محافظة قنا بالعيد القومي 222 في ذكرى انتصار أهالي قنا الشرفاء على المستعمر الفرنسي وتحطيم الأسطول الفرنسي. وبهذه المناسبة شروت، بالفعل افتتحت وزارة الأوقاف اليوم عدد 5 مساجد جديدة تزيد بتكلفة عن 20 مليون جنيه على مختلف مدن محافظة قنا. لكن مزيد عن هذه الاحتفالات واحتفالات محافظة قنا بعيدها القومي وتلك الافتتاحات، ينضم معنا الآن مباشرة شروت معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. سيادة وزير الأوقاف، منذ شهر سبتمبر الماضي افتتحت وزارة الأوقاف ما يزيد عن 950 مسجدا حتى الآن، ضمنهم اليوم 17 مسجد جديد على مستوى محافظات الجمهورية، منهم 7 مساجد جديدة هنا على أرض محافظة قنا. كيف يكون ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري خلال الفترة الحالية؟ بالنسبة لما ذكرت من مسألة عمارة المساجد، فهي رسالتنا الأساسية عمارة المساجد مبنى ومعنى، تهيئة المساجد للراكعين والساجدين وضيوف الرحمن، وإعداد الإمام لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الأخلاق والفضائل والمفاهيم الإسلامية الصحيحة. تم بالفعل افتتاح ما يزيد على 950 مسجدا، منها أكثر من 900 مسجد إحلالا وتجديدا من أول سبتمبر حتى تاريخه. اليوم بيتم افتتاح 5 مساجد هنا في محافظة قنا. أما في إطار حياة كريمة التي أطلقها السيادة الرئيس حفظه الله، فنحن ننسق مع كل أجهزة الدولة بما فيها محافظة قنا لعمل نقلة نوعية بالتوازي مع رفع كفاءة كل جوانب البنية التحتية في المراكز والقرى والتوابع المستهدفة. الجانب الآخر، الحقيقة أنا أهنئ سيادة اللواء أشرف الدولي وكل أهالي محافظة قنا بهذا اليوم. الإسلام علمنا أن نذكر فضل الله علينا، فقال سبحانه: وذكرهم بأيام الله. أيام الوطنية، أيام النصر، أيام العزة، دي أيام الله عز وجل. يوم من أيام الله حققه أهالي قنا في عد ودحر أسطول بحسابات البشر لا قبل لهم به. لم يكن أهل قنا أوفر سلاحا ولا عتادا ولا عدة، ولكنهم كانوا أقوى إيمانا بهذا الوطن. وفي كل عيد قومي تجد في كل محافظة شاهد على عظمة هذا الشعب وعلى تاريخ هذا الشعب وعلى حضارة هذا الشعب، وإن ما من معتد ولا باغ ولا غاشم قصد هذا الشعب إلا رد الله كيده، كما قال حافظ إبراهيم في قصيدته الرائعة مصر تتحدث عن نفسها: كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي. أهالي قنا شكلوا ملحمة باسلة في مواجهة المستعمر الغاشم، فتحية لأهالي قنا وتحية لكل مصري محب الوطن. كل الشكر حضرتك سيادة وزير الأوقاف دكتور محمد مختار قمة. وبالانتقال بالحديث مع السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في إطار أو مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لحياة كريمة وتنمية الريف المصري، ما جديد محافظة قنا في عيدها القومي في ظل تلك المبادرة سيادة المحافظ؟ الأول خلينا أقول لشعبنا في محافظة قنا كل سنة هم طيبين، وطبعا وجود معالي وزير الأوقاف في محافظتنا يعني ده يعني خلى العيد فرحتين مش فرحة واحدة، واحنا بنرحب بيه وبنرحب بوجوده معانا. وطبعا دور الأئمة في محافظتنا دور كبير جدا. بالنسبة لموضوع مبادرة السيد رئيس الجمهورية لحياة كريمة، طبعا محافظتنا كباقي محافظات مصر كان لها حظ كبير قوي في هذه المبادرة. احنا في المرحلة الأولى كان محافظتنا 12 قرية، ثم ازدادوا بعد كده ل 32 قرية بتكلفة حوالي 1.2 مليار. في المرحلة الثانية من تنمية الريف المصري لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، وهي الحقيقة المبادرة دي أنا دايما بقول دي مبادرة من فخامة الرئيس لأبناء شعبنا في القرى اللي موجودة وفي الريف في الأماكن في أهلينا البسطاء اللي موجودين. وأنا بس عايز أكد لأبنائنا إن المبادرة دي يعني هي في كل ربوعنا، يعني المرحلة الأولى اللي احنا فيها حوالي 5 مراكز
بتكلفة حوالي ما يقرب من 15 مليار، لكن احنا مكملين، هنوصل للتسع مراكز ان شاء الله في خلال سنتين من دلوقتي، يعني بحد اقصى ان شاء الله يبقى عندنا في 2023 كل قرى هنا دخلتها حياة كريمة. وحياة كريمة في محافظة هنا تعني ان هي تنمية مستدامة، بمعنى ان احنا عندنا بنية تحتية سليمة، عندنا مدارس، عندنا مستشفيات ووحدات صحية، عندنا طرق، عندنا كهرباء، عندنا غاز طبيعي، ترع مؤهلة، مراكز شباب، كل نواحي الحياة. مش بس كده، وكمان ان شاء الله الدولة دلوقتي في اطار ان هي تعمل مشاريع لابنائنا داخل القرى عشان ما يحتاجش انه يسافر للمدينة او يروح للقاهرة ويبقى عنده عمل مستدام، وده اللي احنا بنسميه مبادرة حياة كريمة، هي عبارة عن تنمية مستدامة لابناء مصر. كل شكر لحضرتك سيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا. وأخيرا شروتي، في ظل بالفعل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وتحديدا من مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي هنا في محافظة قنا، أطلقت وزارة الأوقاف مكتبة الاطلاع والدعوة الإلكترونية لكي يستطيع أي شخص الاطلاع على الجديد من بعد دون الوجود داخل المسجد تحديدا، وذلك في إطار كما كنا أو ذكرنا التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي ومسايرة الرقبة التكنولوجية.